فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يدرس الناس العلوم الشرعية وعقيدة السلف مع أنه لم يتلقى العلم عن المشائخ والعلماء، يقول: هل يؤخذ عنه العلم؟ ما دام أنه ليس عنده تأصيل عن العلماء، إنما هو متتلمذ على الأوراق وعلى الكتب، فلا، ما يؤخذ عنه العلم، لأنه ما يفهم مذهب السلف ولا يفهم إلا عن دراسة على العلماء، تلقي عن العلماء. هذا العلم بالتلقي، ما هو بالقراءة فقط، بالتلقي، لكن القراءة مساعدة فقط لا يعتمد عليها. فمثل هذا يقال له متعالم، فلا يؤخذ عنه العلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.